السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل برين ستورم على برنامج الفيزيو. تمام، البرين ستورم عبارة عن عصف ذهني، بنبدأ نقول افكار ونبدأ نشوف حلول ونبدأ نناقش مع بعض. فانا هقول له دلوقتي انا عايز برين ستورم، فبيقول لي انت عايز تشتغل بأن واحدة القياس، هقول له خليها مثلا بالمتريك عادي كريت، فبيقول لي ابدأ اعمل الموضوع بتاعك. هقول له ده المين توبيك، ده الموضوع الرئيسي بتاعي. وليكن مثلا، طبعا انت ممكن تعمل مشروع، اي مشروع التخرج بتاعك ممكن تعمل، خليها مثلا رحلة سيت. تمام، هنبدأ نفكر في العناصر بتاعة رحلة السيت. ممكن مثلا عندنا توبيك وهو مثلا الاكل. طبعا الاكل نوعين، اكل لينا واكل اللي هنصاد بيه. تمام، وفي مثلا السنارة مثلا. تمام، ده على سبيل المثال. طيب عايز اوصل بين ده وده، اقول له انا عايز كونكتور من هنا لهنا. شوف هو اوتوماتيك بيبدا يوصل باشكال جميله وشيك زي ما انت شايف. تمام، وهو اول ما بتبدا انت تقدر توصل دي باي حاجه تانية. تمام، او ممكن تقول له بوينتر تول بحيث ان انت تبدا تنقله مثلا من هنا لهنا، هو اوتوماتيك هيغير الوصل زي ما انت عايز. تمام، طيب وممكن حاجه تانية يكون انت عندك وصلات كتيره عايز توصلهم كلهم مره واحده، فتقول له ايه مالتيبل توبكس، وتبدا تحط بقى ايه كذا حاجه. تقول له مثلا توبك واحد وبعد كده اتنين وبعد كده تلاتة واربعة، العنصر اللي انت عايزها. تمام، ايه يا عم ده الكلام اللي كتبه ده؟ طيب اوكي، فيبدأ يحطهم وانت بقى تبدأ توصل بينهم وتخليهم كلهم يتوصلوا بالحاجة زي كده. تمام، يعني تقول له كونكت، تقول له ده بده ده بده، وطبعا تقدر توصل زي ما انت عايز، تنقل زي ما انت عايز. تمام، خلينا نعمل التراجع. حاجة تانية يعني هنشوف اسلوب تاني اللي عمل الموضوع دوت، هو ان انا هاجي هنا من رحلة سيد ودوس رايت كليك واقول له اد سب توبيك، اضيف حاجة فرعية، او اد مالتيبل سب توبيك، اضيف بقى توبيك واحد. اوكي، ما شاء الله راح رسمهم كلهم مرة واحدة بشكل شيك وبشكل منظم وزي الفل. تمام، برضو ممكن اجي هنا من برينستورم، ما دمت انا مختار برينستورم بتبدا تظهر لي ديت، فهاجي هنا اقول له انا عايز مثلا اضيف مين تاني، عايز اضيف سب توبيك. تمام، او عايز يعني ممكن تعلي مثلا على ديت، تقول له انا عايز سب توبيك لديت، سب توبيك تاني، يبقى في اتنين سب توبيك متخرجين من توبيك وان ديت. ممكن تعمل ترتيب للحاجه، ممكن تعمل لي اوت تقول انا عايزهم بالشكل دوت او عايزهم بالشكل دوت. تمام، يرتبونهم بالشكل ده، انا عايزهم بالشكل دوت، انا عايزهم بالشكل. تبدا تشوف ايه الاشكال اللي انت عايز الوساطه تبقى عامله ازاي، خط مستقيم ولا عايز فيه كيرف كده يكون شكله جميل. تمام، وهتبدا تختار الشكل اللي انت عايزه. تمام، وممكن تقول له انا عايز انقل بعض العناصر للنيو بيش، انت ممكن يبقى عندك اكتر من بيش، تضيف كذا بيش بالشكل دوت. ممكن دياجرام ستايل، تبدا تختار الستايل اللي انت عايزه، حاجه مثلا روشه زي كده. تمام، فبتبدا تدي شكل حلو. طيب الداتا دي ممكن تعمل لها امبورت، تكون موجوده جاهزه عندك في مكان تاني، او تعمل لك سبورت، تقدر تعمل لك سبورت الملف وورد او ملف اكسل او ملف اكس ام ال. ملف اكسل مثلا على سبيل المثال، خلينا نحطه في الفيديو سيف. تمام، خلينا نفتح الاكسل، هو فتح الاكسل لوحده اهوت، بدأ يحط لي العناصر هيئة زي ما انت عايز، بحيث ان انت لو عايز تاخد اي معلومة كوبي بيست تقدر تاخدها من الجدول اكسل دوت.